حلو الشبشب ده. التوب ده انا اول مره اشوفه جديد. اه جديد عجبك؟ ده ايه براند ايه ده؟ لا ده مش براند. يعني ايه؟ ده صناعه مصريه. فعلا لازم يبقى براند يعني عشان يبقى حلو. انت مش ملاحظه ان بنات كتيره قوي دلوقتي بقوا على طول تلبس لك الحزامه بوتوكه كبيره مبين الانيشلز بتاعه الماركه، كلهم نفس الشنطه بنفس الحاجات. كان براند اول حرف منه ام. كل الناس شايله شنطه ام دي، شنطه ام، ويعني ايوه المشكله لما بتقلدي البراند بقى. لا المشكله الاكبر انك انت تبقي مقلده البراند وتقولي عليه براند. لا هما فاكرين ان ما بتتعرفش الحاجات دي، بتبقى مفقوسه قوي. في حاجه اسمها فيرست كوبي بقى، وفي ناس كتير قوي بتجيب فيرست كوبي. طب ما فيرست كوبي على فكره انا مش حاجه مضايقاني على فكره. انا مش مع ان احنا نشتري حاجات غاليه، بالعكس انا ضد ان احنا نشتري حاجات رخيصه قوي كواليتي تعبان. حلو ان انت تشتري حاجه براند كواليتي بتاعها حلو، لكن من غير ما هوس ان انا ابين الماركه. يعمل لك الجاكيته كده في تحرك عشان يبين الكرافته اللي عامله زي عشان يبين ماركتها. معاكي ومش معاكي، الحاجه الغاليه حلاوه باظت، في ناس بتتضايق، في ناس بتتقهر، في ناس بتأفور في القهره، فاهمه؟ لانه ثمنها غالي. هي انا شايفه انه على حسب الديماند بتاعك، على حسب احتياجاتك، على حسب طبيعه شغلك ولا ايه. حسب ايه؟ الديماند. طب يعني فيها ايه لما اقول الديماند يعني على فكره؟ المفروض ان انت لما انت تبقي ثقافتك كده واحده بتقول ديماند وموندو، المفروض ان انت تشتري الحاجات الغاليه. لا مش مفروض، ممكن اكون كان معايا فلوس وما بقاش معايا فلوس والزمن جرى عليا. في ناس كتيره جدا بيبقى كان معاها وما بقاش معاها. انه مش معنى ذلك ان انا بقول ديماند واشتري حاجه بفلوس عايزها. يعني العرض والطلب حضرتك ينفع كده يا ريس؟ ده بدا حتى المكياج يتقلد. دي بقى مشكله على فكره. ما ينفعش، محدش هيبص في علبه مكياجك عشان يبص فيها ايه، ولا دي ماركه ولا مش ماركه. انت في النهايه دي خامه انت بتستخدميها على وشك بقى. المهم شنطه مكياجي موجوده عليه مكتوب عليها الروج المضروب، فانا احس ان انا بعمل حاجه، لكن خامته تبوظ لي وشي انا مش هاممني، مش فارق معايا. في ناس بتفكر كده. لا انت مهووسه مجنونه، انت ترلل كل اللي ضارب وبتاع. اصليا انا مش عارفه، عارفه اللي هو صح. انا قاعده طول الوقت عامله كده وكده عشان بس ابين الماركه. الماركه ايه وانتك في نفسي و يو نو. مش عايزه اقول اسم ماركات بصراحه. انا لابسه جي وات ايفر ايه بتاعها من هاريسون، مش عارفه مين في لندن. والله بجد، ولا من هاردز، ولا مش عارفه ايه. هي جايباها من وكاله البلح. وجبتي وكاله البلح دي اصلا لما بتيجي تعملي اي حاجه في التاريخي، بتعملي اي حاجه في التمثيل، بتروحي تجيبي حاجتك منين؟ ما بتجيها في وكاله البلح. وخشي وكاله البلح، وكاله البلح فيها حاجات كتيره جدا كمان مستورده على فكره، وبتيجي حاجات كتيره جدا ماركات معروفه، مش انا بس بقول كده، ناس كتيره جدا. انه تبصي تلاقي الناس اللي بجد غنيه ومليونيرات ومليارديرات في العالم، مارك زوكربيرج يعني، تبصي تلاقي الناس دي متجهين اتجاه تاني خالص، المينيماليزم او اقل حاجه ممكنه. دولابهم مارك مثلا، كل هدومه عباره عن التيشيرتات لونها رمادي فقط لا غير. طب الناس دي ليه ما كانش عندها هوس ماركات، بما ان اوريدي هي ناس غنيه جدا ومعاها فلوس كتير جدا؟ ده عندنا احنا هنا في الميدل ايست. ايوه، عشان كده دايما بره بيقول لك الميدل ايسترن، الناس اللي في ميدل ايست عندهم فلوس كتيره وما بيعرفش يودوا فلوسهم فين. الاحساس بالماده مفقود. في سلع ما بتتعملش غير مخصوص عشان تنزل الميدل ايست، وما بتنزلش لا في امريكا ولا في اوروبا. بالظبط، عشان عارفين ان مفيش حد هيستخدمها غيرنا، ومفيش حد هيشتريهم الا احنا، مفيش ابل غيرنا للاسف.